اجتمع كل مكونات الشنغال القومية والدينية في محافظة دهوك، ويشارك بعضها البعض في الأعياد والمناسبات. وفي هذا العام أيضا عبروا خلال عيد الفطر المبارك عن تهانيهم وتبريكاتهم، مشيدين بدور القيادة السياسية في إقليم كردستان لاحتضانها المكونات العراقية كافة تحت خيمة التسامح والتعايش السلمي. بالبداية أهني الرئيس سيادة الرئيس البرزاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل أهل كردستان وبالأخص أهالي السنجار. هذا التجمع يعبر عن روح التعايش الأخوي السلمي بين كل مكونات أهل السنجار من العرب واليزيدية والمسلمين الشيعة والسنة والإخوة المسيحيين، كلنا كنا نتجمع في سنجار في مثل هذه المناسبات. وبنفس الشكل التجمع هنا تعبير عن نفس التجمع، مع الأسف كان في ودنا يكون في سنجار لكن الظروف الحالية ما تسمح، فنتجمع في دهوك في نفس الظروف إن شاء الله، ونأمل أنه نتجمع في سنجار في العيد القادم إن شاء الله. إقليم كردستان أقليم احتضن كافة الأديان والقوميات، من المسيحية من دين الأديان اليزيدية والمسلمين، وكلهم متآلفين ومتحابين مع بعض، ولا يوجد هناك أي فرق بين يزيدي ومسلم ومسيحي. أقليم كردستان فتح أبوابه لكافة القوميات ولا يزال، وفي أي مناسبة من الأعياد خاصة المسيحية هنالك اليزيدي يروح يعادي المسيحي، والمسلم يعايد اليزيدي، واليزيدي يعايد المسلم. وكما نحن نرى في هذه الجلسة من كافة الإخوان من اليزيدية والمسيحية والعرب.